جاب عائلته وجاب حذانا ينعم في تونس هذه ملتقى الحضارات هذيك البلاد اللي يقول لك محلاها قاعدين الحضارات الكل يجيو وتونس معنا شعب مضياف شدونا من مده هما اتعايشوا مع فيروس كورونا هاي نتعايش وين نعلو مناعه القطيع تعايشنا لين استانس بين الفيروس مشى جاب العائله نتاعو وجا بعد اللي لقى البلاد فهمتني مرتع اللي جي يتفضل اللي جي يتفضل العالم الكل سكر على الرحلات من بريطانيا العالم الكل سكر على الدنمارك كان احنا بعد ما دخلوا قال لك والله نعولوا على وعيهم وهما حاليا ملتزمين بالاجراءات نتاع الحجر الذاتي وبالتالي قم شم بالتالي اما بالتالي اما بالتالي احنا اللي ما فهمتش معناها سهله برشا تعمل تطلع لي اجراءات تقول لك يا سيدي الوافدين جدد على تونس الاستظهار بنتائج تحاليل سلبيه 72 ساعه وكانوا من بلدان التزام بالحجر والالتزام ما نعرفش شنو ومن بعد تلقى هاي هاو ظهروا ثلاثه حالات هاو ظهروا اربعه في الشيره هذيك هاو ما نعرفش شنو فما من غادي هذا الكل شنو السبب نتاعو التقاعس نتاعكم انتم قاعدين على رويحاتكم تقعدوا ثلاثه اربع ايام جمعه تطلعوا تغوثوا في التلفزه اجري امشينا ضعنا البسوا الكمامات يا توانسة اقعدوا في دياركم سكروا البيبان هاي سلالة جديدة جاية فهمتني راكب على تراو داخله ما انتم اللي مساهمين فيه هذا ما خاطر تعملوا ديما على الوعي الوعي والوعي هي كيفاش واحد يتعدى يدخل البلاد من غير ما يحلل وشنو ما يخليني نصدقوا التحليل حتى لو كان يجيبوا الظهرة في فترة سابقة اللي الناس تستظهر بتحاليل مزيفة شنو هذا وين ماشيين بالشي هذا هذه تو هاي السلالة جديدة بعد تو تقاي يتكلم فيهم يقولوا اجري تونس والله فيها برشا جو والله مول الدار راقد وك الناس فهمتني الشعب محلاه حبيبنا يحب يعيش معانا وشنو احنا فايدة هكا يطلعوا كنت جماعتك اللجنة مريرتين هكا كل جمعة اسمع ووعيكم وراكم مشيت وراكم ضعت وبالتالي هانا عايشين هانا عايشين احنا اللولاني شنوة شنوة ما نجمناش ما فاضيناهاش معاه خلي هذا جاي من بريطانيا شو تحبونه واحد يمشي يحفر قبره في البلاد وحده معنا كاكا ويرتاحكم تتفرجوا شو ما فهمتش شنو انتوما في مخاخكم فاش قاعدين تخمموا سؤال والله نستنى اللي نجاوبوني عليه نهار اخر احنا كلنا في نفس الخندق